تعزيز صمود المشاريع الريادية للسيدات بنحاول وبنجتهد إنه نحقق نوع من التمكين الاقتصادي للسيدات من خلال دعم مشاريعهم. تم دعم 53 مشروع ريادي للسيدات، سواء من خلال منحة مالية لشراء المعدات والمواد الخام، أو من خلال تدريبات إدارية ومالية وفنية بتسمح لهم بمشاركة خبراتهم أيضاً، بالإضافة لتجهيز قاعة لتسهيل لقاءاتهم الدورية، بالإضافة للأوراق البحثية، الرحلات التعلمية، وجهود للتأثير في السياسات العامة. المزارعة سماهر شاهين، مشروع عبارة عن حديقة منزلية وزراعة أرض مكشوفة. تعرضنا لعدوان 2014، تم تجريف الأرض الزراعية ومشروعنا بالكامل. في سنة 2015 حاولت أرجع مشروعي فبلشت أزرع. في الفترة الأخيرة تعرفت على منتدى غزل الزراعة الحضرية، طبعاً كان في تدخل من قبلهم أنهم وفروا لي مدخلات زراعية، يشبكوا لي الأرض ووفروا لي الأسمدة والأدوية. زراعة الأرض قمح أصبح عندي إنتاج زراعي وإنتاج حيواني، وطبعاً هذا بشكل لي مصدر دخل قوي، وخاصة أنه إحنا بنمر في ظروف صعبة وزوجي لا يعمل. نجلاء جابر صاحبة مشروع سيبا سويت. بديت طبعا بمنتج مش موجود في قطاع غزة، هو حلوى الجوزية. دعم منتدى الزراعة الحضرية ساعدني كتير بإني أنا أضيف غير المنتج الأساسي اللي هو الجوزية بإضافة منتجات تانية، ساعدت إني أنا أجيب سيدات يساعدوني في المشروع، منها بيقدروا إنهم دخلوا مصدر رزق لبيوتهم، وأنا أصلا بالأساس هو مشروعي هو أصلا مصدر رزق الوحيد لإلي في البيت. التدريبات اللي أخذتها عن طريق منتدى الزراعة الحضرية كانت لها الأثر الكبير، في زيادة خبرة لإلي، تعاملت مع كتير صبايا في من ضمن المنتدى، صار تبادل خبرات ما بيني وبينهم، حتى كمان منتجات صرت أخذ التمر مثلا من بنات تانيين كمان في المنتدى. صاحبة منتج الأريج لإنتاج العجوة. طبعاً أنا معيلة لأسرة مكونة من طفلين وزوجي لا يعمل، ومعايا 4 سيدات بأجيبهم بشكل موسمي، معيلات لأسر وكل أسرة لا تقل عن 5 أفراد بيعملوا معايا بهذا المجال. تم زيادة الإنتاج في هذا المشروع، تم توريد لإلي صواني، أفران غاز، أجرار، إضافة إلى ذلك اللي هي المطحنة اللي كنت بالأول أخذ العجوة وأطحنها برا، حالياً أنا لا بأطحنها عندي، فزاد هامش الربح عندي. فبالتالي مناصرة الحقوق جزء مهم وأساسي في موضوع الملتقى، اللي هو التأثير في السياسات. في سياسات معينة اشتغلنا مع ميكا عليهم، زي موضوع بطاقة البيان عشان أقدر أسوق بشكل قانوني في أي مول كبير أو في دكانة أو في سوبر ماركت. في ورش شغل، هذا ورش شغل المنتدى، ورش شغل ميكا، في أنتو تدونا القوة إن نشتغل. في كمان مجموعات كبيرة من المتضامنين والمتضامنات في جميع أنحاء العالم بيشتغلوا على الحقوق الفلسطينية اللي هي ضمنها شغلكم، لناس تجمعهم معاكم فكرة الإنسانية الشاملة. رحلة تعلمية لأول مرة بالنسبة إلي أضافت لي الكثير الكثير صراحة.